أسامة عيد، وشكرا لضيوفك الجمال وعلى آرائهم المختلفة. منتخبنا كسب منتخب بلجيكا بهدفين مقابل هدف واحد في إطار استعدادات بلجيكا لبطولة كأس العالم، هيبدأوا يوم الأربعاء بمواجهة منتخب كندا. إحنا أقرب مواجهتنا هيكونوا في مارس، وده ضمن تصفيات بطولة أمم إفريقيا المقبلة. عندنا ملاوي يوم 20 مارس، وعندنا ملاوي بعدها برضو يوم 28 بإذن الله. لكن خلينا نروح للكابتن احمد مجدي والكابتن حمزه الجمل. كابتن حمزه، ازاي يتم البناء بالنظر لانه برضو اللاعبين النهارده بياخدوا دقائق، وفي لاعبين بيشاركوا بانتظام في عهد كيروش، في عهد عفوا خدت من الكلام بتاعهم، في عهد فيتوريا زي محمود حماده، والنهارده حسين السيد بينزل في اخر دقائق. بشكل عام يعني ازاي ممكن يبقى النظره للفتره اللي جايه؟ لا هي انا عايز بس اضيف لاراء الجماهير اللي احسن لاعب او كده. انا شايف يعني اللاعبين كلهم يعني ادوا بمستوى عالي جدا جدا من ناحيه التنفيذيه داخل الملعب والروح العاليه. ومحمد صلاح طبعا يعني يستحق ان هو يكون احسن لاعب في المباراه، ويستحق ان هو يكون احسن لاعب في العالم. فانما في اكرم توفيق، وفي يعني ذكروا اكرم توفيق، ذكروا بعض اللاعبين. مين تاني عجبك الى جانب محمد صلاح؟ ده اللي انا عايز اقوله بقى. محمد النني ادى النهارده مباراه، كل التمرير بتاعه النهارده كان على اعلى مستوى، وصنع فرص. النني كان ليدر مع طارق حامد، ادى كمان دور كويس جدا جدا طارق حامد. منع الكره ان هي توصل باستمرار لحجازي اللي ادى على اعلى مستوى وروح عاليه جدا. أيوة. بهنيه على عودته الرائعه. صح. انما النني النهارده بصراحه يعني دايما النني، انا بذكر النني ليه؟ لان النني دايما مظلوم اعلاميا. النني النهارده مهاريا واقف متمركز، بيمنع، بيوصل كمان للمرمى. فانا شايف محمد النني مع طارق حامد مع الولد اللي اسمه حماده ده ادوا دور كبير جدا جدا النهارده. السؤال اللي انت حضرتك ذكرته، انا شايف ان ثبات التشكيل، الدعم للمنتخب الوطني، تبقى في فترات اطول للاعبين ان هم يتجمعوا ويبقوا عارفين فكر المدرب دايما باستمرار. عايزين عناصر حيويه تكون شابه داخل منتخبنا الوطني. وفي عناصر اعتقد ان هي ممكن تكون موجوده. نعم. في الفتره انا شايف برضو الاسماعيلي مظلوم اعلاميا في المنتخب، زي عبد الرحمن مجدي ده خامه رائعه. نعم. باهر محمدي، مدبولي، لعيبه على مستوى عالي، وفي لعيبه كتير جدا المجال ما يسعش ان احنا نقولهم يعني. تمام كابتن مجدي، يعني قبل الختام، بعد ما النهارده بنكسب مباراه وديه بالحجم ده، بعد المكاسب اللي اتكلمت عليها وحتى السلبيات، ايه النظره للفتره المقبله للمنتخب؟ انا شايف جزء منها هيبقى ثبات المجموعه، وده مهم جدا. اعتقد ان الدعم موجود من اتحاد الكره للجهاز الفني، والناس اي حاجه بتطلبها بتتعمل لهم.